مرحبا بكم. كشفت مايا عن خبايا كثيرة حول كل من الفنانة دنيا بطمة واليوتيوبر سكينة غلامور المتورطين ضمن ما بات يعرف بعصابة حمزة مومبيبي. خرجت الراقصة المغربية مايا عن صمتها بخصوص قضية حمزة مومبيبي وكشفت عبر بث مباشر أجرته عبر حسابها على الإنستغرام يوم الجمعة 3 يناير أن سكينة غلامور المعتقلة حاليا بسجن مراكش لتورطها في هذه القضية قد تعرضت لانهيار عصبي وتعاني من أزمة نفسية حادة بسبب المصير الذي انتهت إليها. وقالت مايا خلال هذا البث: سكينة ليست وحدها المتورطة في قضية حمزة مومبيبي، يجب إقحام كل الأسماء المتورطة في هذا الحساب. وقالت الراقصة المثيرة للجدل أنها لم تكن تتخيل يوما أن يقف وراء حساب حمزة مومبيبي المتخصص في الابتزاز والتشهير فنانة مقتدرة مثل دنيا بطمة، غير أنها استطردت مضيفة أنها لم تعد تشك اليوم في أن بطمة متورطة ضمن هذه العصابة بعدما أثبت التحقيق القضائي ذلك. وعبرت مايا عن دهشتها من إقحام الفنانة دنيا بطمة لنفسها في هذه الفضيحة، على الرغم من أنها تمكنت من صنع تحقيق نجومية في المجال الفني بصوتها، واستطاعت تحقيق مداخيل خيالية من السهرات الفنية التي تقيمها في بلدان الخليج. وجنرالمون كنلاحظ بأن في المغرب ما كاينش شي وحدة اللي ما كرتش دقة مطرطقة من عند أعز صديقة ليها. ونكذب بورد لي بيربير 82 جو دي لا فيريتي، انا ما نقدرش نجي نقول لك شي حاجه ما متاكداش منها 1000%. وانا كنعقل مني كنت كنخدم في الملك ايمرود ساعه ساعه كنت كنهبط للدبليو وبيان سور كنكونوا مع لي زامي ضحكينيتو، وكنت كنسمع بهادشي ديال كيسجلوا الناس دابا شي وحده كتمشي مع شي واحد داكشي ديال الدعاره بيناتهم، ومثلا كيمشيو مع شي واحد وديك البنت كتصوروا صافي كيبداو عليه بالتهديدات 8 المليون 10 المليون 5 المليون ما تخلصش تلقى راسك في الحساب. وانا ما بغيتش توقع ليا باسكو جي اون في انتيم، نقدر نكون مصاحبه مع شي حد او عندي علاقه مع شي حد ولا جالسين في شي دار مجمعين بحال كي بحال بزاف الاسمين ديغنيغ مع رودين وناشطين وضاحكين، جي با اون في كوم فيلم انايا ولا بيتيت كنشطح ناشطه ولا ما تقدروش تعرفوا لا في انتيم كيفاش تقدر تكون، ولا معجبه بشي حد وجالسين دون ان مومون انتيم تلقاي راسك الصباح انا جو موفو انا راه مقطع الوراق. ولكن تخيلوا شي واحد اللي اي بو با سو بيرميتر سا، انا بقى في الحال زعما ما غيعجبنيش الحال، ديجا ما عجبنيش الحال وبقى في الحال لانني ماشي كيف قلت لكم ماشي دافعت على الدنيا، ولكن قلت بان اون بيرسون انتيليجونت تريز انتيليجونت وكتخدم بصوتها سي سون غانيو بان ما يمكنش تخرج على انا فينيغ على قد دوبا التخربيق هذا حيتاش شي حد ما حيتاش ما عجباتها شي حد قال عليك شي هضر، راه ما يمكنش. مثلا على انا كنعجب طول الموض راه ما يمكنش لينا نعجبو طول الموض، بحال مريم سعيد مثلا، مريم سعيد اون لوي اكسبلوزي سافي خرجت دوات ما دواتش، وانا براسي ملي كنت درت لا فيديو ديال مع شوف تي في في رمضان اش وقع لي داك الشيء عرفتوا لي ريزو سوسيو راه سا بو اتر ان انورم بروبليم في لا في ديال الانسان، سا بو ديشيكتي تا في سا بو تو توي. انا من الله راه قال لك وي ام تحماني الله يرحمها والسعيدة في هذه الليله بوتيتر كو كاين مشاكل بحال هكا بارابور ا دي زونغيستغمون، راك سمعتوا الهضره فين غاده ويه ما صار 15. انت قلتي راه انا قلت لك في الاول جوسكا بروف دو كونترير، على ول البارح ملي خرجوا بان خلصت كفالات 40 مليونيه وقتها ما كنت كنقول راه ما يمكنش، حيت اش هانتوما لوجيكم واش واحد غادي في واحد الطريق بروفيسيونيل خدام في العالم العربي كيدخل فلوس صحيحه وغير حياته فينانسييرمون كيفاش ممكن تضربي هادشي كامل في الزيرو حيتاش واحد الانسانه ما عجباتهاش اللبسه ديالك او واحد الانسانه قالت عليك هضره خايبه؟ راه الفنان ولا اي واحد معرض راسو في لي ريزو سوسيو فنيا او في نطاق العمل ديالو راه غادي يتعرض، كاين اللي غيبغيه وكاين اللي ما غيبغيهش وكاين اللي غيشبع فيه سبانه، حنا كنضلوا نتسبوا النهار وما طال في لي ريزو سوسيو، شنو اللي سبني غادي نوض نمشي نصور ليه خوه نصور ليه مرته ولا نصوره هو سي تري غراف.
انا ما كنقول والو، انا كنظن نتفرج في لي زعما ملي كنكون في الطريق ولا شي حاجه، كنشوف لي يوتيوبرز اللي متبعين هذا الموضوع عن قرب اش كيقولوا. انا جو دي ريان دو مال، قلت لكم غير رايي، الراي والراي الاخر ياك. ما عرفتش علاش كتهضر زعما غير باسكو انا كنت دافعت على هادي كلكو موا، انا كنهضر اليوم باسكو دافعت على هادي كلكو موا وقلت بانها ما ديرهاش، الوغ كو فينالمون الا خلصت كفاله فيها 40 مليون سيكو كاين الروينه. والله العظيم الا بقى فيا الحال على هادشي كامل، على التصرف اللي وقع وعلى الناس اللي خرجوا عليهم وعلى ايزون دي شيكتي دي فامي، عرفتي راش كي دابا غتخيلوا معايا دابا البلاد، دابا نكونوا جالسين ترونكيل ونكون عارفه بان مثلا شي بنت سباتني ودوز الوقت نتلاقى براجلها في شي سواغي ونسجلو ونصيفطها لها باش نشري لهم الصداع. زعما سي كوم سا كو سي باسي، والله العظيم الا عرفتو بغيت نصافي نقلبو الموضوع. المهم انا عطيتكم حتى كلشي كيسولني مايا باسكو كيف قلت لكم الناس اللي كانوا تفرجوا النهار دافعت لا كانوا تخاصم، ماشي تخاصموا معايا غير قالوا لي ما تهضريش هكاك راه هي دايره وفاعله وتاركه. انا قلت لهم ما كنظنش مراه لوجيك دير ديك الشيء، انا دابا كنهضر دابا بارابور اس جالوس وكاينة كلامور حماقت وكتاخد مسكينة الدواء وصلت لاموغ فين واش غادي. والله إلا قلت لكم حلمت بها تيلمون، غير كيف قلت لكم كلشي يتحاسب ماشي غير سكينة، اللي عنده إيد في الفيلم يتحاسب. باش تهز سكينة بوحدها لا ما عرفناش، دابا حنا كنتسناو. قالك شنو فيفري لو دي 10 فيفري عاد غادي يشوفوا واش كاين، بقى فيا الحال. ودابا نتوما الناس اللي كيعرفوني مزيان ولا فين كيتبعوني عارفينك شوي سانسير، والله تبقى فيا الحال غلطوا قلت العقل ويمكن الحقد ويمكن بنادم تعمى، ولكن وي لا لا سي باسي سور لو باريزيان الله يهديكم فضيحه بقلاقل. سكينة بوركو انا با بيي بور سورتير؟ سكينة راه خلصت 6 المليون في الطلاق المصرح، هادشي اللي سمعت اللي كيقولوا الناس اللي عندهم مصداقية في يوتيوب في القنوات اليوتيوبية. قالك سكينة كلامور خلصت 6 المليون في داك الصراح المؤقت حتى صافي تحكم عليها، ولكن فوالا متفقه مع الاخ ولا الاخت اللي كتبت هذا الميساج. قالت لكم غير هادي الخصب تعليمه، يعني ابتداء من هاد لا بيريود هادي عرفوا بان باسكو كانوا كيقولها قال لها في دوزيام قال لك اللي هز شي فيديو على شي حد واللي هز شي اوديو على شي حد ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي او استغله في شي حاجه يتحاسب عليها قانونيا باي حق. واحد جالس اون انتيميتي ولا جالس بخير يتسجل ويتبوست باي حق؟ او على بحال اللي حنا فين عايشين؟ يذكر أن الفرقة القضائية قد قامت يوم 14 أكتوبر المنصرم بمتابعة سكينة غلامور وصاحب وكالة لكراء السيارات ومراسل صحفي لأحد المنابر الصحفية قيد الاعتقال بسجن البداية للاشتباه في تورطهم في قضية حمزة مومبيبي. وتم لاحقا متابعة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في حالة صراحة، وذلك بعد دفعهما لغرامة مالية تقدر ب40 مليون. اذكر ان الابحاث والتحريات المكثفة التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية لا زالت مستمرة للوصول لكل الاشخاص المرتبطين بالحساب المثير مومبيبي موضوع الشكايات المتعلقة بتكوين عصابة اجرامية تنشط في مواقع وهمية باسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة لاشخاص والسب والقذف والطعن فالعرض والشرف وتلفيق الاتهامات من اجل الحصول على ما بلغ مالية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.